هلا رح يلزمنا لسلطة الكنوة والقرع مع تندر الدجاج المشوي. في عنا 2 كوب سبانخ مقطع، 1 كوب بطاطا حلوة مكعبات، 1 كوب قرع أصفر مكعبات، نص كوب كنوة مسلوقة، 1 كوب بندورة كرزية، ربع كوب زيتون أسود شرحات، 250 جرام دجاج مسحب متبل ببابريكا وزيت زيتون وملح ورشة زعتر ناشف. الصلصة: 3 كوب زيت زيتون، 3 كوب عصير برتقان، 2 معلقة كبيرة خل بلسمك، و2 معلقة كبيرة عسل، وملح وفلفل أسود. تمام. طيب. برضو مكوناتها متوفرة، يعني بس اللي شوي ممكن الواحد تغلب فيه هو الكنوة ممكن. أوكي. بس برضو حتى لو الكنوة ما بدكم تجيبوها بتقدروا تحطوا برغل، تسلقوه شوي. البرغل يفي بالغرض يعني. يفي بالغرض. تمام. نعم. تمام. هلا الدجاج زي ما حكينا بالوصفة. هيو بتجيبوه هيك مقطع، هو مسحب ومقطع زي التندرز طويل. حطيت له زيت زيتون وملح وفلفل اسود وبابريكا، وحطيت رشه زعتر اخضر، هي مش مكتوبه عندكم بس انا ضفتها الصراحه اخر دقيقه. رح اشويه شوي على المقلاي. انا رشيت شويه زيت بالبدايه، هاي ما حكيناها الخطوه، وهيك بدنا نشوي. وهي هون هيك عم بتشوي. هي انا حطيت السبانخ، خلص بدون ما رح احط. تمام. هلا بتجيبوا القرع، القرع اللي هو هذا طبعا. اها. البامكن. بتجيبوها، بس اورجيكم كيف تقريبا، بدنا نقشرها مثلا انه هيك. اوكي. ديري بالك. انا مش عارفه هاي لانها مش سكينتي. اه. اوكي هيها. بدكم تقشروها، بدكم تقطعوها مربعات. هلا انا عملتها الصراحه على الستيم، يعني حطيتها بطنجره، حطيت فيها مي وحطيت فوق مصفاي وسلقتها. هلا في كثير طرق، انتم متذكرين مره انا عملت على رؤيا، عملت سلطه حطيتهم شويتهم بالفرن، فاليوم قلت خلينا نعمل شيء جديد، يعني قصدي على القرع وعلى البطاطا الحلوه. هذيك المره شويناها، هاي المره سلقناها، عشان يكون في عندكم اوبشنز كثير. تمام. بتتقطع هيك وزي ما حكيت. عندكم خيارين، يا اما بتنحط هيك بنرش عليها شويه زيت وبتنحط بالفرن تحت الشوايه. اوكي. يا اما بتنحط ب بتجيبوا طنجرة فيها مي، يا بتسلقوها، بس أنا بحب إنه فوق بتضلها محافظة على كل فيتاميناتها وأشياءها، بتنحط بمصفاي وبتنغلى. تمام. بتطلع عندكم هيك. إحنا اليوم بس لما فرغنا الأشياء خربشنا، حطينا القرع مع البطاطا، هدول فيهم بطاطا وفيهم قرع، وفيهم قرع، اثنين فيهم. طيب هلا رح نحط الكنوة، الكنوة أكيد كلكم صرتوا تعرفوا كيف تسلقوها، بتنحط مثلا إذا نص كاسة كنوة بنحط لها كاسة مي، بس زي ما حكينا بعمان اذا ما بدكم تستعملوا كنوه برغل عادي، برغل عادي، برغل عادي برضه بيطلع زاكي. يعني مثلا انا ممكن اروح مع البرغل. وانا والله صايره بحب البرغل، انا بروح مع البرغل، بس احنا لانه بنحب على التلفزيون نحط لكم افكار جديده يعني. بس بنحكي طبعا بالهذا، انا بالبيت كثير ايام بستعمل البرغل، حتى البرغل شوف كيف بالسلطات التركيه وهيك قد ايه بدخلوه. بالايتش وبالهيك. هلا نعمل الصوص تبعت السلطه، الدريسنج تبعتها. هلا رح نحط هون زي ما حكينا عصير برتقان، رح نحط زيت زيتون، ورح نحط خل بلسمك، ورح نحط معلقه عسل لانه هي كثير حامضه بدنا شيء عادل، ورح نحط رشه ملح، ورح نحط فلفل اسود. يعني برضو حتى الصلصه شايف كلها بسيطه، واذا ما عندكم خل بلسمك عادي بتقدروا تستعملوا خل يعني اللي عندكم اياه بالبيت. نحطه بس لقدام هون شوي. نقربهم. اوكي. الدجاج اتوقع خلص يا خلصوا. طب خلص شيله. اوكي. يعني هاي نتبع معه، انا حابه اوطي شوي، شو رايك؟ والله مش غلط، هي حميت كثير، انا الحق عليه حميتها كثير بالاول، بس باخذ من عندك الملقط بعد اذنك. تفضلي حضرتك. شكرا. تفضل. هلا هيها هاي. هلا في ناس يمكن يقولوا ليه عم بتحط دجاج لو انه عملت بدون، بصير طبعا. بصير طبعا. بس هلا اجمالا يعني حتى مع خبراء التغذيه وهيك بحطوا ايام شيء بروتين مع الاكل اللي بدنا ناكله، لانه بيعتبروها انها بتصير وجبه متكامله. تمام.